مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن إحنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة. أنا أطمنكم إحنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه. مصر دولة قوية جدا لا تمس. الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة على أن هي تحمي بلدها تماماً.